حسيت انه بشعور انه انتحر، وكل ما رجت افكر بامي حسيت انه مجرم من داعش ببطني، وحاولت كثير اسقاط الجنين خلال هذا الشهر. كلش حسيت بشعور صعب، بالخوف، بالقرعة، انه حسيت انه ما كنت ادري انه شو يسوون باخواني وابن عمامي، لانه كنا ندري اما سمعنا انه النساء ما عليهم كل شيء، بس الرجال كانوا يذبحوهم. طاني واحد من بعاج كان اسمه سلام حمدو عبيد، وراها اعتدى علي واغتصبني. وراها انهزمت من بيتهم، قلت اما انا اموت اما ان اسر على اهلي. وهمنا قذبوني في سيطرة، وجاء هذا الامير اخذوني على المقر اخر، همنا كان بيع للنساء ليزدية، هو اشتراني 8 ورقات. ورا ما أخذني همين اغتصبني واعتدى علي خلال 3 أيام، كنت أكرهه يعني لآخر درجة. في شهر حسيت إنه أني حاملة من هذا المجرم، حسيت إنه مجرم من داعش ببطني. خلال 4 أيام بقى في المستشفى من ورا الحبوب اللي أخذت وأشياء ثقيلة. وجابوا الطفل عليه والعصب عندما أتوا بالطفل لاحظني، وورا ما صار حسيت إنه جزء من جسدي وإنه حبيته. قمت بإنه أنهزم على أهلي، كان عندهم جارة قلت لها أريد أنهزم ساعديني على أهلي، قالت لي ما يخالف انهزمي بس بحيت إنه ما تاخذين عيسى. بحزن كتير لأنه مش مهما يكون صار جزء من جسدي.